اللقاح كأي دواء فيه سايد افكت، اضرار جانبيه، وممكن تشكل بعض الاخطار او الشخص الغير مناسب ياخذه قد يتاثر به. كونه لقاح نسبيا جديد ومستعجل، مستعجل مو معنى ما مدروس، نعم هنالك دراسات عديده وافيه ادت الى اقراره عالميا، في البدايه في بلد او بلدين، الان حتى سمعت انه ايران بدات تنتجه وحصلت اعتراف عالمي، نعم روسيا قبلها والصين وحتى اليابان، امريكا وبريطانيا والمانيا على الاقل. اللقاح، الدعايات والشك اللي موجود في كل العالم نعم ادى الى حدوث توجف وخوف منه. تم معالجة هذا في اغلب بلدان العالم، مثل ما ذكرت في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا ومنها بريطانيا. الآن الأغلبية الأعظم من البلد 80-85% أخذوا اللقاحات، لا زال أكو متحفظين. بالنسبة للعراق والمنطقة، للأسف الدعاية المضادة والإعلام الجاهل المجهل، ولا نعم أقصد القنوات واضح وإنما سوشيال ميديا، وأيضا استضافة الإعلام لبعض الشخصيات زملاء ولكن تجاوزوا حقوقهم ومسؤولياتهم بأنه يهينون اللقاح ويهينون المؤسسات العلمية، وللأسف لم تتخذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر. اللقاح سليم سلامته 100%، لا يوجد دواء سليم جميل 100%. جميل نسبة الخلل في اللقاح إذا صار لا تتجاوز 1% من المرض إذا أصاب ممتاز الشخص. ممتاز.